هذا الفيديو غادي نخصوه بالنسبه للعائلات اللي عاد تسجلوا اما جداد وتسجلوا في السجن الوطني للسكان ثم السجن الاجتماعي الموحد وجاهم المؤشر هابط، اولا الناس اللي كانوا مسجلين قبل وكان عندهم المؤشر شويه طالع ومن بعد وقع لهم شي متغير اجتماعي ولا اقتصادي واثر لهم ايجابا على المؤشر وهبط. ونعطيكم على سبيل المثال كاين ازواج يلا بداو في الحياه ديالهم بعد تبع عندهم شي وليد ولا بنيته، فبالتالي هذاك الوليد ولا بنيته غادي يسجلوا معاهم في السجل، غادي يسجلوا في السجل الوطني للسكان ثم غادي يضيفوا رب العائله غادي يضيفوا معاهم معاه في السجل الاجتماعي الموحد، فبالتالي من بعد ما تتم المراجعه كيهبط المؤشر. اولا تيكون عندكم شي اشتراك يعني في الهاتف النقال ومن بعد كتلغيو ذاك الاشتراك، اولا تيكون عليكم شي دين وما تيبقاش كتسدوه ولا تيسالي ذاك الدين وتتاخذ ذاك لامان لوبي ما تيبقى عليكم لا دين لا والو، اولا تيكون عندكم شي خطا ولكن بزاف ديال الحوايج اللي تاثر ايجابا على المؤشر، فبالتالي ملي كيهبط المؤشر فما تساليش ما تقولوش راه صافي سالت ديك المرحله، فتتم ضروري خصكم تدفعوا الطلب للضمان الاجتماعي باش انكم تستافدوا من امو تضامن، يعني كتدفعوا تعمروا الطلب ديالكم كتخرجوا ديك الاستماره وتدفعوها للملحقه الاداريه. كذلك الشان بالنسبه للدعم اللي كان عنده شي شويه مثلا الدعم طالع 9 فوق من 9.74 وهبط، فبالتالي غادي يستافد حتى من اما الدعم المباشر او لا الدعم الاجتماعي دعم التعويضات العائليه. فهذه المسائل هذه اللي هي مهمه، فماشي غير تشوفوا المؤشر هبط تقولوا غادي نبداو نستافدوا صافي راه غادي نبداو ندفعوا الدوسيات ديالكم وغادي يرجعوا لكم عاوتاني، فضروري اي واحد كان عنده مؤشر طالع وقع عليه شي متغير ايجابي فخص ضروري انه يدفع الطلب ديالو للضمان الاجتماعي باش انه يستافد من امو تضامن. وكذلك الشيء بحال اللي قلنا الا كان عنده المؤشر عاوتاني طالع فوق من 9.74 فغادي يدفع الطلب ديالو باش انه يستافد اما من الدعم المباشر ولا التعويضات العائليه. فهذه المسائل هذه مهمه لان كاين شي حوايج الناس ما تيهضروا غير على 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 المؤشر هبط، فكاين المؤشر طلع فكاين متغير اللي كاين ولا المؤشر كيهبط، متغير اللي بحال اللي قلنا شي حوايج اللي تيكون عندكم فيها مشكل ولا شي حاجه ومن بعد ما تيبقاش، او تيكون العائله تكون فيها تكون غير من جوج ولا ثلاث افراد تكون من جوج تيوليو ثلاثه ولا بعض المرات تكون العائلات فيها ثلاثه وتيتزاد تيوليو اربعه ديال الافراد، ولا تيكون الاب ديالكم تيضاف لكم ولا انتم كتمشيو تعيشوا مع والديكم، فكاين متغيرات اللي كتجعل ان يولي متغير ايجابي بالنسبه للمؤشر، فخصكم تدفعوا يعني تبعوا المراحل. وديما تنقولوا ديما تنقولوا خصكم تسولوا قبل ما تقولوا صافي راه حنا حبسنا ولا تشاوروا بيناتكم، تسولوا اما الناس اللي كيقوموا بالخدمات او لا في الملحقه الاداريه ولا المقاطعات وسولوا باش انكم تستافدوا. ونحبسوا عند هذا الحد هذا، وتحياتي الى الفيديو القادم ان شاء الله.